بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نعمل True Merge. في المثال عندنا إياه في عندنا برانش اسمه الماستر وهو الديفولت، وفي عندك كومنت A وكومنت B، والبي هي آخر كومنت عندك إياها أنت في الماستر، وأكيد راح يكون الهيد عند آخر كومنت. يجي ننشئ برانش جديدة وسميناها Location، أكيد راح نأخذ آخر كومنت من الماستر نحطها داخل اللوكيشن، والهيد راح تنزل عند آخر كومنت في اللوكيشن. كتبت شوية كود وأنشأت كومنت جديدة وسميناها سي، وأكيد الهيد راح ينتقل عليها. بعد هيك اكتشفنا إنه الكود الكاتب اشتغل وأموره كلها تمام. راح ترجع على الماستر عشان تعمل ميرج اللوكيشن، لكن قبل ما تسوي أنت ميرج اتذكرت إنه في عندك تاسك بدك تسويه في الماستر، فأنشأت كود وكتبت كومنت جديدة وسميتها دي. بعدين اتذكرت انك بدك تعمل ايش؟ ميرج. احنا لسه مسويناش ميرج. ايش هي هاي الدي؟ هاي كود انت كتبته هسه في الماستر ورفعته على كومنت سميته دي، وهسه اتذكرت انك انت بدك تعمل ميرج، هتقول له get merge location. شو راح يصير هون؟ conflict. شو السبب؟ اللوكيشن بحكي لك انا لما تم انشائي اخذت اخر كومنت من الماستر وهي كانت بي، ما حكيت لي عن الدي هاي، فبيحكي لوكيشن للماستر امسح لي هاي الدي، ما بدي اياها. الماستر مش عاجبه الكلام، شو بيحكي؟ بيقول لك لا انا بدي هذا الكود اللي هو في الدي، وبدي كمان اللي برانش اللي اسمه لوكيشن اعمل له ميرج. وهون بيجي فكره الترو ميرج، هي راح تفصل بيناتهم وتحل المشكله هاي. طيب كيف؟ هي راح تنشئ كومنت جديده، وهي الكومنت انت بتحدد الاشياء اللي بدك اياها، يعني هو راح يوريك الكود والاشياء المتعارضه وانت بتختار ايش اللي بدك اياه. راح نطبقها كمان شوي. المهم لما انت تختار الاشياء اللي بدك اياها من اللوكيشن ومن كمان الكومنت دي، راح تتخزن في كومنت جديده واحنا سميناها ايه، واكيد الهيد راح ينتقل عند اخر كومنت. في هاي الحاله انت بتكون عملت ميرج مع اللوكيشن، ونفس الوقت حليت مشكله الكونفليكت اللي هي انت انشأت كود مش متعرف عليه برانشات الثانية. اتمنى تكون الفكرة وضحت. خلينا نحكي انه هسه احنا فهمنا 20% من الفكرة، عشان نفهمها 100% لازم نطبقها عملي. راح نكمل على نفس مشروعنا هو البروجكت. البداية خليني اعمل جيت ستاتوس اشوف حالة المشروع، المشروع عندي اياه كلين، اشوف الجيت برانش اللي عندي اياها، في عندي ماستر وفي عندي لوكيشن، وأنا هسه واقف على الماستر. بدي أنشئ كمان برانش وأسميه location 2. get checkout dash b location 2. نقطة مهمة اللي راح يصير هسه إنه location 2 راح يتم إنشاؤه وراح يأخذ آخر comment من عند الماستر، يعني راح يأخذ نسخة من الماستر. وهي أنت هاي قلبي أنشأت لك برانش جديد وانتقلت لك عليه، هس أنا واقف على اللوكيشن 2. بدنا نعمل أي تعديل، فوت على الورك، كرييت، بيج، فيديو. هون كأني شطبت حرف الإي، سيف، وأعمل إكزيت. ونعمل هسا جيت، آد، ستار، بعدين جيت، كومنت، داش إم، عملنا أبديت لملف الورك، دوت تكست. بحكي لك هسه في اللوكيشن 2 ضفنا لك SHA خاصة في الكومنت، واللي هو عبارة عن update work dot text. get status كل شيء عندي اياه clean في اللوكيشن 2. بدي انتقل هسه على الماستر، get check out master. انا هسه صرت داخل الماستر. قبل ما اسوي ميرج اتذكرت انه في التاسك dot text لازم اضيف مثلا هاي أحمد. هون في نقطة مهمة أكيد انتبهتوا، خلال الدورة ما شرحت أشياء متعلقة في البرمجة عشان تكون الفكرة واضحة، لكن إن شاء الله في نهاية الدورة إذا حبيت تقولي في التعليقات ممكن نصير على كل مثلا لغة برمجة نطبق عليها باستخدام الجيت. هنعمل إكزت، هاي جيت آد. هسا أنا واقف، أنا هسا واقف على الماستر، get comment dash m
بنحكي له أبديت تاسك، مباشرة أعطتني إنه ما في عندي تعديل. أفتح التاسك، أعملنا هاي أحمد سيف، خليني أعمل جيت ستاتوس، شابك معلق أو في مشكلة، ما في عندي ولا أي تعديل. طب خلينا نشوف الجيت لوج، آخر تعديل عندي إياه هو أبديت وورك. هنا في عندي نقطة مهمة، حكالي الهيت ماستر ما جابليش اللوكيشن تول طبعا، لأنه أنا مش حاطه هنا جيت لوج أول، أول بتجيب كل البرانشات. يلي آخر إيش أنت عندك إياه الأبديت وورك، هاي كيوب اللي سويناه قبل شوي أبديت تاسك ما اعترف فيها. طيب ليش؟ خليني أذكر في محاضرة إخفاء الملفات، أنا متأكد إنه ملف التاسك أنا أخفيته. إذا أنت مش حاضر المحاضرة هاي ارجع لها، كيف تخفي الملفات في الجيت. خليني أنشئ كمان تيرمينال، هاني هو تيرمينال بروجكت، بدي أحكي له هنا بدنا نشوف الدوت جيت إجنور، نانو دوت جيت إجنور هاي أنت. زي ما توقعنا إنه ملف التاسك دوت تكست هو ملف مخفي يعني غير قابل للتتبع. فبنعمل إكزيت كنترول إكس وهي إكزيت. تعال نعمل تعديل على ملف بقدر أنا أتعقب مش مخفي يعني. خلينا نرجع ملف الورد، بدي أحكي مثلاً كرييت بيج ويب فيو. هون بدي أحكي شغلة، أنت أكيد متذكر إنه في داخل لوكيشن 2 داخل الورك دوت تكست إحنا أنشأنا كرييت بيج فيديو، متذكر؟ خليك متذكرها. سيف واطلع، بدي أعمل جيت ستاتوس هسا. قال لي في عندك تعديل على الورك دوت تكست، بنعمل هسا جيت أد كل الملفات جيت كوميت داش إم أي أبديت وورك، وبدي أكتب هنا ويب فيو عشان أميزها. حكي لي أنا نشأت لك في الماستر كوميت وهي الاس اتش ال خاص فيها واسم الكوميت ابديت وورك ويب فيو. هنعمل هسه جيت لوج دبل داش 1 لاين دبل داش اول دبل داش جراف هاي انت، كأنه انا بخربط في واحدة فيهم. يس حطيت هنا اون لاين، لازم احط 1 مش اون لاين، هي 1 لاين يعني سطر واحد. بيقول لي انت ظليت ماشي ماشي منيح معانا، عملت كومنتات كثير ممتازة عند update work، هذا الكومنت هو صار داخل اللوكيشن. انت متذكر في المحاضرة السابقة انه احنا عملنا ميرج صح، انه هذا البرانش صار ميرج مع الماستر. طيب بحكي لك في الحالة هاي اللي كانت هي update work وكنت دامج انت اللوكيشن مع الماستر، انت انشأت فرع جديد يعني برانش جديد وسميته location 2 واسمه update work.txt. البرانش اللي عشانها قبل شوي اللي اسمه location 2 حطينه جواته في داخل الورك create page video. بعدين انت ما سويت ميرج، انت تذكرت انه من اللوكيشن التحت اللي هو كان ميرج مع الماستر عدلت عليه وانشأت كوميت جديدة. شايف كيف؟ يقولك انا سواقف على الهيت في الماستر update work web view. طب التفرع اللي صار هون شايفين كيف تفرع؟ صار عندك location 2. إذا راح تسوي كالآتي، انت شو بدك تعمل؟ بدك تدمج اللوكيشن 2 مع الماستر. اكيد انتبهت انه في تفرع صار. لو عملنا هسه جيت ميرج وكتبت لوكيشن 2 مش راح يزبط، والسبب لو ما انشأت الكومنت الفوق كان امورنا تمام، لكن انت انشأت كومنت شايف كيف بدون ما تسوي ميرج. هسه اللوكيشن 2 شو راح يحكي لنا؟ مين الكومنت اللي فوق هاي انا مش شايفها، يعني لو كان تحتيه كان زبط. لو كان هذا الكومنت تحت اللوكيشن 2 كان زبط، كان اموره تمام، عملنا له ميرج. لكن هسه بحكي لك لا، انا عندي لوكيشن 2 وفي فوقي كومنت ما اتفقنا. فتعال نتاكد من كلامي صح ولا لا، خلني اعمل كيو وراح اقول له جيت ميرج لوكيشن 2 انتر كونفليكت مباشره. قال لك ميرج كونفليكت ان وورد دوت تكست، حدد لك وين المشكلة، قال لك في الورك دوت تكست في عندك مشاكل. طيب شو راح نسوي؟ زي ما اتفقنا في الشرح قبل شوي انت راح تنشئ كومنت جديدة. هو شو بيحكي لك؟ اذا حبيت تعمل اي تعديل
افتح ملف الوورد لأنه هو في عنده مشاكل، أو إذا كان عندك أكثر من ملف تقدر تفتح كل ملفات وتشوف الاختلافات. إيش يعني اختلافات؟ أنا افتح الوورد، انتبهت شو اللي صار؟ قال لك في الهيد أنت عامل كرييت بيج وبفيو، الهيد هي ترمز للماستر شفناها قبل شوي، في اللوكيشن تو أنت أنشأت كرييت بيج فيديو. وين بحكي له أنا بدي الثنتين، شكرا للتوضيح بس أنا بدي الثنتين، شكرا لك، امسح الحكي كله، سيف، مش راح يأثر علي، هي إكزت. وإذا كان في عندك تعارض في أكثر من ملف تفتحهم واحد واحد وتعدل، تقدر تمسح، ممكن تضيف إشي جديد بدك إياه. لو عملت هسا جيت ستيتوس بحكي لك في عندك تعديل بس لازم ترفع لي إياه كومنت جديدة، قول له تمام، بنحكي له جيت أد وارفع كل إشي، جيت كومنت داش إم، بدنا نكتب هون فيكس ميرج وهي إنتر. شو حكي لك هون؟ إنه أنا نشأت لك في الماستر SHA هي كوميت جديدة باسمها Fix Merge، نعمل Get Log ونشوف الكلام صح ولا لا. هون شو بحكي لك؟ أنت ناشئ كوميت 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 ممتاز، وصلت عند اللوكيشن، وتذكر في المحاضرة السابقة كان عندنا اللوكيشن والماستر Merge، لكن أنت أنشأت تفرع جديد وسميته Location 2. هون انتبه شو اللي صار، ارجع بالفيديو لورا، لما عملت انا جيت لوج قبل ما اسوي الميرج مش كانت الابديت وورك ويب فيو كانت فوقيها؟ هتقول لي صح، انتبه شو سويت انا، نزلت هاي الكومنت لتحت وخليت اللوكيشن فوقيها، هون بقدر ساعتها اسوي ميرج. مين اخر كومنت؟ هي اللوكيشن 2، ساعتها بقدر اسوي لها ميرج مع الماستر. بتطلع من هون طلع عندك دمج ورجع سوى كومنت جديدة هي في الماستر، عملنا فيكس ميرج. وعشان أتأكد من كلامي صح خلينا نفتح الورك، بيرفكت، هاي كرييت بيج ويب فيو وهاي كرييت بيج فيديو. ولهون نوصل لنهاية الجزء الأول من دورتنا بكيف أتعلم أنا الجيت. أتمنى كانت أفكارنا واضحة خلال الفيديوهات، إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نبلش موضوع جديد هو الجيت هاب. إذا في نقطة ما شرحت لك إياها أنا في الجيت اكتب لي إياها في التعليقات، ويعطيكم العافية.